بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل بشابتر 6 لكتشر 6.3 ونحل اللي هو سامبل بروبلم 6.1. في هذه البروبلم يقول لك أنه في عندك بلوك وزنها 200 نيوتن ريست تبقى في الهوريزونتال بلين اللي هو المستوي هذا. يقول لك أعطيني قيمة البي الموجودة عندك هنا، قديش المفروض تكون قيمتها إذا كانت البلوك هذه تسير في اتجاه الرايت زي ما قال لك هنا وبتسارع 10 متر بير سكند. لازم تاخذ في الحسبان انه في عندك هنا اللي هو الكاينتيك فريكشن معامل احتكاك موجود هنا وقيمته اعطاها لك 0.25. اولا ناخذ البلوك دياجرام، مجموع القوى هنا الموجود عندي، في عندي البي اللي مطلوبه مني وفي عندي الويت في اتجاه الاسفل، رياكشن في اتجاه الاعلى اللي هو ردة فعل السطح على البلوك الموجود عندي، وفيه الاحتكاك اللي هو الفريكشن الموجود هنا. اولا لازم نعرف الكتله، الكتله تساوي W تساوي الويت على الجي، والويت عندي اللي هو 200 نيوتن، اذا 20.39 نيوتن سكند سكوير، او ممكن نقول كمان كيلوغرام، هي نفس الشيء. الفريكشن فورس تساوي ميو كي في ار، الار اللي هي الرياكشن هنا. اوكي، طبعا ما ننسى انه مجموع هذه القوى انه يساوي ايش؟ يساوي ام اي. في عندي نجزئها، في عندي الاكس اكسس وفي عندي الواي اكسس، مجموع القوى اف اكس يساوي ام اي. ام اي الام هي هذه، وهذه الاكسلريشن هي 10. مجموع القوى اللي هو الاتجاه الاكس اكسس، لاحظ البي هنا ممكن نجزئها الى قسمين، قسم هنا في اتجاه الاكس اكسس واي اكسس، وهنا في اتجاه الاكس اكسس. هذه محصلتهم هي البي هنا. اولا ناخذ اللي هو في الاكس اكسس، هذه في الاكس اكسس، هذه اللي هي المجاور لزاويه 30 اللي هو بي كوساين 30 ناقص القوه اللي هي اف ناقص 0.25 ار يساوي ام اي. بالنسبه للواي اكسس مجموع الفورس يساوي صفر. ليش يساوي صفر؟ لانه ما في حركه في اتجاه الاعلى، هو يقول لك انه ريست ان هوريزونتال بلين. اذا ايش القوى الموجودة عندي في اتجاه الواي اكسس؟ في عندي الار، لاحظ، وفي عندي نا بي لكن في اتجاه الاسفل، هذه البي الموجودة هنا في اتجاه الاسفل وهي الساين 30 اللي هي ناقص بي ساين 30 ناقص 200 اللي هي الويت الموجود عندي يساوي صفر. في عندي اذا معادلتين اللي هما هذه المعادلات نفسها. اولا لاحظ من هذه المعادله الثانيه ودي اجيب قيمه الار، بس اجيب هذه وهذه اجيبهم للطرف الثاني، الطرف الثاني. اذا الار تساوي صارت معروفه بدلاله البي. طبعا اروح في المعادله الاولى هذه اعوض عن قيمه الار، لاحظ نفس المعادله هذه هي الار تساوي كده، فتروح مجرد عمليه تعويض بس، صارت قيمه البي معروفه هي 342.63. الار ما هي مطلوبه منا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.